سمعنا عن أسرع السيارات وأسرع العدائيين وأسرع المتسلقين وأسرع اللاعبين، لكننا في هذا الفيديو لن نحدثكم عن هذا، بل سنأخذكم في جولة سريعة إلى الطبيعة للتعرف على واحد من أسرع مخلوقاتها، لكي نعطيكم الفرصة لكي تبتعدوا عن العالم الحضري الصاخب، ولكي تتأملوا في قدرة الله عز وجل وكيف خلق الكائنات الحية بدقة كاملة وتكامل رهيب وتخصص يذهل العقول. هندسة الطبيعة تتفوق بحق على هندسة البشر، هندسة بيولوجية عصبية حركية يصعب على بني البشر تقليدها مهما حاولوا. الكائن الحي الذي سوف نتكلم عنه هو الفهد الصياد، وهو أحد أعضاء عائلة السنوريات التي تضم الأسد والنمر والوشق وأسد الجبال والجاغوار وغيرها الكثير. يتخذ الفهد الصياد من سهول أفريقيا الواسعة موطنا له، وهي مناسبة جدا لطبيعة حياته، حيث أنه وبسبب سرعته العالية فهو في حاجة إلى مساحات كبيرة تسمح له بالركض وراء الفريسة. الفهد الصياد من الحيوانات المتوسطة الحجم، ويتميز بجلده الذهبي المرقط، ويعيش منفردا على عكس الأسود التي تعيش في جماعات. الفهد الصياد مشهور بسرعته الكبيرة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 113 كيلو مترا في الساعة، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كيلو في الساعة في أقل من 3 ثواني، أي في 3 خطوات فقط، وهذا ما لا تستطيع الكثير من السيارات الرياضية أن تفعله. فهناك سيارات من نوع فيراري ولامبورغيني ذات تسارع أقل من هذا. يتميز الفهد بجسم نحيل نسبيا وهيكل خفيف، ومن هنا يمكننا ملاحظة أن السرعة هي محور هذا التصميم الإلهي، فخفة الوزن تساعد على زيادة السرعة، ونحافة الجسم تعني وجود مقاومة أقل للهواء أثناء الركض، مما يزيد من السرعة أيضا. للفهد رأس صغير وانسيابي مقارنة بحجم جسمه، وذلك للتقليل من مقاومة الهواء وبالتالي زيادة السرعة، كما أن الرأس الصغير يكون أخف ولا يعيق الفهد أثناء الركض. من المعروف أن السرعة تعتمد على عاملين، الأول عامل التكرار، بمعنى آخر إذا أردت أن تزيد من سرعتك أثناء الركض فعليك أن تزيد من عدد المرات التي تحرك بها ساقيك، فكلما زادت سرعة حركة الساقين زادت سرعتك، وهذا الأمر ملاحظ بالسيارات، فكلما زادت سرعة دوران الإطار زادت سرعة السيارة. أما العامل الثاني عامل الخطوة، أي المسافة التي تقطعها في كل خطوة أثناء الركض، فالشخص الذي يقطع مسافة 2 متر في كل خطوة يكون أسرع من الشخص الذي يغطي 1 مترا على سبيل المثال، لذلك فالأشخاص طوال القامة غالبا ما يكونون أسرع من غيرهم نظرا لأنهم قادرون على تغطية مسافة أكبر بسبب طول أرجلهم. ونرى هذا جليا عندما ننظر إلى أسرع عداء في العالم يوسين بولت، صاحب القامة الطويلة والخطوة الواسعة. ومما يثير العجب أن الفهد يمتلك العاملين معا، فهو قادر على تكرار الخطوات بسرعة كبيرة إضافة إلى تغطية مسافة كبيرة أيضا، وذلك نظرا لطول أرجله، حيث يمكنه أن يقطع مسافة 8 أمتار في كل خطوة. ووفق ما قاله علماء الطبيعة فإن جسم الفهد أثناء الركض يكون مرفوعا عن الأرض معظم الوقت، وذلك بسبب سرعة تكرار الركض والمسافة الكبيرة التي يقطعها وكأنه يطير. للفهد أنف واسع من الداخل، وذلك لإدخال أكبر كمية ممكنة من الأكسجين إلى الجهاز التنفسي، وذلك لتزويد الجسم بسرعة وكفاءة عند هذه السرعات العالية، ويتنفس الفهد 150 مرة في الدقيقة الواحدة. بخلاف القطط الكبيرة الأخرى، لا يمتلك الفهد مخالب متراجعة بشكل كامل، أي التي تخرج وترجع إلى أغمادها كما في باقي المفترسات، بل هي شبه متراجعة، ولهذا الأمر وظيفة مهمة، حيث أن ثبات هذه المخالب يساعد الفهد الصياد على زيادة الاحتكاك بالأرض، وبالتالي تقليل الانزلاق عند الركض بسرعة عالية، كما تساعدها هذه المخالب على تغيير اتجاهها في أقل من ثانية، وذلك لكي لا تفقد الفريسة. وهذه الميزة مشابهة للمسامير التي يتم تثبيتها في أسفل أحذية العدائين الأولمبيين من أجل زيادة تشبث الحذاء بالأرض. الخطان الأسودان، تعتبر هذه الميزة من أكثر الأمور التي تميز الفهد الصياد عن غيره من الكائنات،
وهي أشبه بعلامة يعرف بها هذا الحيوان، وهما الخطان الأسودان اللذان يمتدان من طرف كل عين إلى طرف الفم في كلا جانبي الوجه. لكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أي شيء للزينة أو الشكل فقط، بل كل شيء له وظيفة يقوم بها. فهذان الخطان يساعدان بسبب لونهما الأسود على امتصاص أشعة الشمس الساطعة وتوجيهها بعيدا عن العينين، وبالتالي إعطاء الفهد نظرة واضحة على السهول أمامه رغم وجود الشمس الساطعة. سبحان الله. واحد من أهم أعضاء الفهد الخارجية هو الذيل الطويل والعضلي. هذا الذيل قوي جدا وثقيل نسبيا، يستعمله الفهد لكي يقوم بموازنة جسمه عند السرعات العالية، حيث أنه إن كان يلاحق فريسة ما وتوجهت الفريسة إلى اليسار، فإن الفهد يقوم بسرعة برمي ذيله باتجاه معين لكي يحافظ على توازنه عند تغيير اتجاه الركض فجأة. يمتلك الفهد عمودا فقريا يعتبر الأطول من بين السنوريات، كما أنه مرن جدا وأشبه بالنابض. يقوم هذا العمود بالتمدد والتقلص بنسبة كبيرة جدا، بحيث أنه في أقصى انقباض له يكون مضغوطا جدا كالنابض، وعند التمدد تنتقل الطاقة المخزونة فيه بشكل مفاجئ إلى الأطراف الأربعة، مما يعطي الفهد دفعة مفاجئة قوية. كذلك فإن حوالي 60% من نسبة عضلات جسم الفهد مركزة حول منطقة العمود الفقري، وذلك لتزويده بالقوة اللازمة لكي يتمدد ويتقلص بهذه السرعة، لذا فهو يعتبر الجزء الأهم في جسم الفهد. من أهم مميزات الفهد التشريحية وجود وتر مرن بشكل غير طبيعي يربط بين العمود الفقري والرأس، والسبب وراء هذا يعود إلى أن السرعة العالية تسبب تشوشا في الصورة، وإذا لم تكن الصورة واضحة فلن يتمكن الفهد من الإمساك بالفريسة، لذا فإن هذا الوتر الواصل بين الرأس والعمود الفقري يساعد على الحفاظ على ثبات رأس الفهد أثناء المطاردة، ويبقي عينيه مثبتتين على الفريسة فيما يسمى تثبيت الصورة البصرية، ولا يتحرك رأس الفهد ولا حتى سنتيمترا واحدا في حين يكون جسمه كله يتحرك بسرعة واهتزاز عجيبين. يمتاز الفهد الصياد بصدر واسع وكبير، وهذا ضروري جدا لأنه يحوي قلبا ضخما مقارنة بحجم جسم الفهد، إضافة إلى رئتين هائلتين، والأمر أشبه بسيارة ذات محرك ضخم لزيادة سرعتها. القلب والرئتان الضخمان يساعدان على تزويد ألياف الفهد العضلية بطاقة لا تصدق، حيث يضخ قلب الفهد ما يقارب 16 لترا من الدم في الدقيقة الواحدة، حيث يقوم القلب بدفق الدم عبر كامل الجسم في 20 ثانية فقط. للفهد مفاصل حرة الحركة في كل من الأطراف الأربعة، وذلك لكي يتمكن من تغطية أكبر مسافة ممكنة في كل خطوة. وفق ما أشار إليه علماء التشريح، فإن الألياف العضلية الموجودة في عضلات الساق لدى الفهد هي من نوع الألياف سريعة الانقباض، وهذا يعني أن الفهد قادر على الركض بسرعة كبيرة من دون إرهاق العضلات، وهذه الألياف تمتاز بأنها تنقبض بوتيرة أسرع من الألياف الموجودة في عضلاتنا وعضلات الكائنات الأخرى. مقدار الطاقة التي يستهلكها الفهد في 30 ثانية من الركض تعادل الطاقة التي يستهلكها رجل بالغ إذا ركض لمدة 30 دقيقة من دون توقف، كما أن الفهد يحتاج إلى ما لا يقل عن نصف ساعة لكي يلتقط أنفاسه وتعود دقات قلبه إلى الوضع الطبيعي بعد انتهاء المطاردة. يطلق على الشيتا اسم الفهد الصياد لأنه يعتبر ملك الصيادين لقدرته على الإمساك بفريسته بعد أن ينقض عليها بسرعة فائقة، سرعة لا ينافسه أحد فيها، ولا يستطيع الاستمرار في الجري بهذه السرعة أكثر من 20 ثانية. وإذا استطاعت الفريسة أن تجعل الشيتا يواصل الجري أكثر من هذا الوقت فسوف تنجو، لأنه لا يستطيع مواصلة المطاردة ويتوقف. وعلى الرغم من شراسة فهود الشيتا، فقد استطاع البدو وملوك الحبشة وأباطرة المغول استئناسها لتصطاد لهم مثل الصقور، لكن الإنسان بعد ذلك طاردها ليبيع جلودها الغالية الثمن، وقلت أعدادها في آسيا وبلغت أعدادها في أفريقيا 25,000 فقط، وما يهدد بقاء فهود الشيتا قلة الحيوانات التي تصطادها. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة
ليصلك كل جديد. في أمان الله.